إذن هل يتخذ ترامب ذريعة الكيماوي لضرب سوريا؟ كل هذا سنتعرف عليه من خلال حديثنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ عاطف الغمري، الكاتب والمتخصص في الشأن الأمريكي ومدير مكتب الأهرام في واشنطن سابقا. أستاذ عاطف، أهلا بحضرتك مرة ثانية. يعني ترامب بالأمس في مؤتمر صحفي تحدث عن الأزمة السورية، وعندما سئل عن إمكانية التدخل عسكريا في سوريا قال إنه خيار مطروح ووارد. هل يتكرر سيناريو العراق مرة أخرى؟ هو طبعا يعني يجب ان احنا يعني نحسب مواقف القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحده سواء تجاه سوريا او اي دوله اخرى في المنطقه ليس من منظور ما هو واقع داخل الدوله بالفعل او ما حدث فيها، وانما من واقع اطار استراتيجيتها ومصالحها في المنطقه اللي دي سوريا بتعتبر وقع منها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان سوريا النهارده دولة محتلة، ومحتلة بهذا المعنى الحقيقي. يعني صحيح في حكومة دمشق، لكن في كل المناطق يعني في 64 ميليشيا أجنبية موجودة داخل سوريا. هذه الميليشيات كل واحدة منها بتسيطر على منطقة وكأنها بتحكمها، لدرجة حتى أن في بعض اللي كان بطمسين فبتبقى إلى سوي. يعني هنا بس بتقدر تصفها حسب التعبير الدارج عندنا زمان اللي يتقالك إيه، توزعت الدماء بين القبائل. هنا ما انتش عارف مين الـ 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 المسؤول. لكن بالنسبة للموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي بتحكمه اعتبارات كثيرة تتعلق مثلا بتدخله في سوريا أو بوجوده فيها أو استمرارية بقائه في سوريا.